على الود والمحبة نرحب بكم مشاهدينا ومتابعينا ونقول لكم يسعد صباحكم وين ما تكونون. صباح الخير والعافية يا عافيتي أنت يا رب تكونون بخير. ويا ربي دائما دعواتنا لكل طلبتنا الأعزاء بالنجاح والموفقية. واليوم امتحان الإنجليزي للأدبي وأيضا للعلمي، وإن شاء الله يا ربي تكون الأسئلة بسيطة وبنفس الوقت تكون الأسئلة سهلة، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة عن كل الطلبة بكل محافظاتنا العراقية بدون